يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا لم تطلب الشهادة لكن يترتب على أدائها إنقاذ إنسان؟ هنا يجب الأداء، إذا ترتب على ترك أدائها ضرر على الطرف الثاني فحينئذ يجب الإشهاد. نعم، يجب أداء الشهادة، يجب أداء الشهادة لئلا يضيع الحق. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة. إذا تركت الشهادة وأن تعرفوا محتاجين لك تكون كاتما لها. نعم.